يقول السائل: تحللت من العمرة ولم أقص شعري، فماذا حكمي؟ الواجب عليك تعيد ملابس الإحرام، تعيد ملابس الإحرام، لأن لبسك للمخيط غلط وأنت لم تكمل العمرة. فواجب عليك أن تعيد ملابس الإحرام وأن تتجنب محظورات الإحرام لأنك ما زلت محرما. فإذا أعدت ملابس الإحرام فإنك تقص أو تحلق رأسك وتكمل عمرتك، ثم بعد ذلك تتحلل من الإحرام.